السلام عليكم ورحمة الله. معك لميسر قبلان، طالبة في السنة الرابع في كلية الطب والعلوم الطبية في عنيزة التابعة لجامعة القصيم، مقدمة حلقة نمهد لك الطريق. في البداية، مبادرة نمهد لك الطريق هي أحد مبادرات مجموعة طلبة الطب بالمملكة العربية السعودية، حيث تستضيف نخبة مميزة من طلبة الطب في مختلف كليات الطب في المملكة العربية السعودية، لكي يأخذونا برحلة ممتعة وشيقة للتعريف عن كلية الطب لديهم وما هي آلية الالتحاق بالكلية. بداية وقبل بداية اللقاء، نحن مهتمين جدا بالتعرف عن من هو هذا الضيف الذي سوف نستضيفه هذا اليوم؟ هل بإمكانك أن تعرفنا عن نفسك؟ يا اهلا وسهلا دكتور رميس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا على استضافتكم وشكرا على مبادرتكم الجميله هذه والرائعه. الله يعطيكم العافيه يا رب جميعا. طيب، انا عبد الرحمن العتيبي. في لحظه تسجيل هذه انا الان طالب بالسنه الرابعه، طالب طب في جامعه الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحيه بفرع جده. والنعم فيك وسعيدين بتواجدك، وباسمي وبالنيابة عن فريق العمل نشكرك عن تواجدك وعن استجابة دعوتنا لهذه الحلقة. حاب أني أسألك بعض الأسئلة طبعا لتوضيح اللي هي كيفية الالتحاق بالكلية. في البداية، هل خضعت للمسار الصحي أثناء دراسة المرحلة الثانوية اللي هو مسار الصحة والحياة، أم خضعت لما يسمى ببرنامج السنة التحضيرية؟ طيب، الصراحة بحكم أنه عهدي بالثانوية كان قبل فترة طويلة، فما أعتقد في وقت فترتي أنا في الدراسة الثانوية ما كان في شيء يسمى بالمسار الصحي أو المسارات هذه. غالبا كان أتوقع فيه اللي هو نظام المقررات والنظام الفصلي، وأنا يمكن آخر عهد بالفصلي، آخر شيء لحقت الفصلي يمكن آخر سنة كانت بالنسبة لي، لكن ما كان في عندنا أصلا مسار صحي مع الأسف في الثانوية. جميل. طيب، يعني هذا يعني أنك درست السنة التحضيرية، فإذا ممكن توضح لنا عن آلية السنة التحضيرية عندكم، إيش كيف تتم تدريس السنة التحضيرية؟ زي ما تعرف في بعض الكليات تبدأ في مسار عام ثم تبدأ في المسار التخصيصي، وفي كليات أخرى تبدأ في المسار التخصيصي مباشرة، فهل في إمكانية توضح لنا آلية التدريس عندكم؟ طيب، اول حاجه احنا بالنسبه للجامعه اللي احنا فيها اللي هي جامعه الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحيه، اللي لها اسم حركه اخر اللي اسمه جامعه الحرس، تقريبا هي جامعه صراحه مختلفه عن بقيه الجامعات بحكم انها جامعه موزعه على 3 فروع في ثلاثه مدن مختلفه في السعوديه. فعندنا في فرع في جده، في عندنا فرع في الرياض، في عندنا فرع في مدينه الاحساء. الاحساء ما عندهم كليه طب، غالبا ما حنتطرق لموضوعها. طيب، احنا عندنا في سنه تحضيريه الزاميه على الجميع بالنسبه للجامعه الموجوده عندنا، سواء في فرع الرياض او سواء في فرع جده. السنه التحضيريه هذه ما هي ما تسمى، يعني هي بشكل عام عندنا الجامعه هي متخصصه بمجالات صحيه، وفيها ممكن مسارات معينه. عندنا في شيء اسمه المسار الموحد، والمسار الموحد هذا اللي هو بناء عليه بعد ما تخلص السنه هذه، يا يعني انك انت بناء على معدلك وبناء على التنفس تدخل كليه الطب او تدخل كليه العلوم الطبيه التطبيقيه، هذا بالنسبه لجده. وفي الرياض ايضا هناك كليه طب اسنان، وهناك كليه علوم صحيه معلوماتيه، وبعض الكليات الاخرى ايضا في الرياض. وهناك مسار للتمريض مخصص، لكن بشكل عام يعني هو سنه تحضيريه تنتهي بتخصصك في احد التخصصات الصحيه بناء على معدلك بناء على التنفس الموجود فيه. بما أنك ذكرت لنا دكتور بشكل عام عن المعدلات، هل في إمكانية أنك تذكر لنا آخر معدل تم تسكين الطلبة فيه في التخصصات، يعني تخصص الطب؟ طيب، بشكل عام احنا عندنا بعد ما الواحد ينتهي من السنه التحضيريه في المسار الموحد اللي بناء عليه حيدخل كليه الطب، يعني هو المسار الوحيد اللي يقدر الواحد يدخل منه كليه الطب، حيكون بشكل كامل البحث بناء على معدلك في السنه هذه فقط، يعني ما يدخل اي شيء من القدرات او التحصيلي او الثانويه العامه. بعض الجامعات لا ممكن يدخلوا النسوي، لكن التنافس يكون بشكل بحت وكامل بناء على السنه التحضيريه وادائك فيها ومعدلك فيها. طيب،
بالنسبة للموضوع المعدل المطلوب كان كل سنة يختلف بشكل كبير من سنة لسنة، وأيضا من فرع لفرع، وأكثر كمان من رجال النساء، يعني الذكور والإناث تختلف النسب بينهم لأن المقاعد مختلفة بين الاثنين ويختلف الموضوع بينهم. لكن خلينا نتكلم مثلا على آخر سنة اللي هي الآن 2022 2021 2022. آخر سنة كان تسكين كلية الطب عندنا، بالنسبة لي نقول مثلا كلية اللي هو فرع الرياض، كان أعلى معدل بالنسبة للأولاد الذكور 4.55 من 5، احنا معدلنا من 5، لكن البنات كان 4.81. في نفس السنة في جدة كلية الطب كان التسكين بالنسبة للذكور 4.81، وبالنسبة للإناث كان 4.96. في اختلاف كبير بين الفروع بين الذكور والإناث، وحتى من سنة لسنة برضو كان ممكن يختلف. هذه بالنسبة لآخر سنة، لكن أنا بالنسبة لي إذا في شيء أقوله لا تعتمدوا على النسب هذه، لأنه من سنة لسنة يختلف كثير بناء على نفس السنة التحضيرية كيف وضعها مع الطلاب، أيضا نفس الدفعة هم كيف أدائهم أصلا وكيف التنافس الكبير اللي يكون بينهم. يعني مثلا الآن في سنة مثلا البنات كان قبول الطب لازم تجيب أقل حاجة 4.96، يعتبر مرة عالي مقارنة من مثلا من 5، لكن في سنوات أخرى لا ممكن يكون 4.8، في سنوات لا، يعني سنة قريبة كانت النسبة للقبول مثلا عند الرجال كانت 4.31، فهي تختلف، ولا هي ليس شيء يبنى عليه وبناء عليه الواحد يعني خلاص يقول لازم أجيب معدل فلاني عشان آخر سنة كذا، لا أبدا مو شرط. ما شاء الله تبارك الرحمن، معدلات جدا عالية، يعني هذا دل على قوة الجامعة، وطبعا جامعة الحرس يعني على قولتهم المعروف لا يعرف يعني. فحاب أني أستفسر منك دكتور، إيش هي طرق التدريس عندكم في الكلية بحكم أنك سنة رابع؟ هذا يعني أنك مريت على البيسك، باقي لك سنة إن شاء الله واحدة وتصير أنت السنيور إن شاء الله وبعدها امتياز. حابة إنك تتكلم شويتين عن طرق التدريس عندكم، زي ما تعرف إنه في بعض طرق التدريس اللي هي النظام الأمريكي اللي هو TBL والنظام البريطاني اللي هو BBL، فإذا ممكن تشرح لنا بشكل بسيط إيش هو نظام التدريس عندكم في الجامعة؟ طيب بالنسبة خلينا نقول على النظام، والله ما هو أمريكي ولا هو حتى بريطاني، حسب ما أذكر ما كانت الذاكرة هو نظام مختلف، أظن نظام أسترالي، يا رب إني ما نسيت، ماني متأكد من المعلومة هذه تماما، ولكن نظام مختلف قليلا عن بقية الجامعات، وحتى بالنسبة لتوزيع السنوات فهو مختلف صراحة عن المعتاد بالنسبة للجامعات المختلفة عندنا في الجامعة. الجامعة احنا عندنا السنة التحضيرية هي ليست سنة واحدة، إنما هي سنتين، سنتين اثنين، وهذا لا يعني انه انا راح يعني اتخرج متاخر اكثر من غيري، لا، انما هو بس التوزيع مختلف. فاحنا عندنا في سنتين تحضيريه، بعدين سنتين تعتبر بيسك ساينس، بعدين لا سنتين تكون كلينيكال، بعدين اكيد سنه الامتياز، فالوضع مختلف. لا في جامعات اخرى ممكن يكون سنه تحضيريه بعدين سنتين بيسك، وبعدين والله يكون في 3 سنوات كلينيك، بعدين مثلا يكون يعني يبداوا من سنه رابعه يبداوا الكلينيك، احنا لا حنبدا من سنه خامسه الكلينيك عندنا، الوضع مختلف. ولكن كيف النظام احنا عندنا؟ عشان اوضح اكثر بس على موضوع السنه التحضيريه، السنه التحضيريه الاولى هي سنه تحضيريه عاديه ما فيها شيء، غالبا يكون تركيز على اللغه الانجليزيه وموادها بشكل اكاديمي، وايضا على مواد عامه مثل اللي هو اللغه العربيه والثقافه الاسلاميه وبعض المواد العلميه الاساسيه اللي هي الفيزياء والكيمياء والاحياء. خلاص هذه انتهت السنه التحضيريه الاولى، بناء على ادائك فيها انت بناء عليها تدخل كليه الطب او لا، او حسب التنافس اللي فيها. السنه الثانيه هي سنه تحضيريه طبيه يسموها. في خلال السنة هذه حنمر غالبا على كل الأساسيات في العلوم الطبية كلها، من ناحية علم التشريح، من ناحية علم الأجنة، من ناحية علم الأنسجة، علم الأدوية، علم الباثولوجي، الأمراض، الماكروبيولوجي، الليمينولوجي، المناعة، جميع أنواع العلوم الأساسية حناخذها خلال حتى اللي هي البايوكيمستري برضو تاخذ كلها خلال السنة الثانية اللي هي ما قبل هذا. خلصنا السنة الثانية التحضيرية اللي هي التحضيرية الطبية المتخصصة، بعدين ننتقل لكلية الطب. كلية الطب حنبدأ فيها سنتين بيسك ساينس، خلال السنتين البيسك ساينس هذه راح نبدأ ندخل في نظام سيستمز، نظام بلوكات، تقريبا كل 10 أسابيع نخلص بلوك، غالبا على النظام هذا يكون. البلوكات تكون على حسب السيستمز الموجوده واجهزه الانسان الموجوده، مثلا الواحد ممكن يبدا بالجهاز التنفسي، بعدين الجهاز القلبي الرئوي، يخلص البلوك هذا بعدين يدخل مثلا الجهاز العصبي، يخلص البلوك هذا يدخل الجهاز العصبي، يخلص الجهاز هذا يدخل الجهاز، وهكذا على مدار السنتين هذه حنمر غالبا على ثمانية سيستمز من السيستمز الأساسية كبيسك ساينس بحث،
نظري أغلبه يكون، وبعد السنتين هذه تخلصها يصير خلصنا سنة ثالثة، خلصنا سنة رابعة بعد سنة التحضيرية، ناخذ آخر سنتين الكلينيكية غالبا تكون مركزة كسنوات كلينيكية تطبيقا على اللي انت درسته خلال السنة الثالثة والرابعة. بعدين طبعا سنة الامتياز اللي هي غالبا تكون مقاربة لكل الجامعات. هذا باختصار نظام التدريس عندنا. جميل جدا، واضح. لكن حابة أني أستفسر بعد عشان توضح أكثر للطلبة اللي إن شاء الله حيدخلون للجامعة، إيش أهم طرق التقييم عندكم؟ يعني من ناحية الدرجات، تعرف في ميد فاينل، يعني كيف تختبرون بشكل عام سواء للعملي أو للنظري؟ طيب صحيح، احنا الان السنه التحضيريه لها احكامها، ما يمكن ما اتطرق فيها كثير الان، لكن لما نتكلم على كليه الطب احنا عندنا على نظام البلوكات، والبلوكات غالبا تقسيم الدرجات فيها يكون انه يكون بلوك عندنا اختبار نصفي بعدين اختبار نهائي، وايضا خلال السنه حيكون عندنا في شيء اسمه البي بي ال بروبلم بيست ليرنينج، هذه تكون جلسات تقريبا تتوزع ك 11، يعني الدفعه كلها تتوزع لجروبات، كل جروب فيه 11 يمكن او 10 ل 13 طالب، وكل يمكن جلستين تقريبا كل اسبوع احنا عندنا. الجلستين هذه في البي بي ال نجلس فيها مع دكتور استشاري يكون موجود معانا، هو ما يتكلم، هو بس يقيمنا، واحنا كنا جالسين كاننا كذا دكاتره كذا متجمعين وقدامنا حاله فيها معلومات، واحنا نبدا نشوف الحاله هذه ايش الكلام المكتوب فيها، وبناء على الكلام الموجود احنا كدكاتره نقول ايش الاشياء اللي احنا نشوفها في المريض هذا، ايش الاشياء، ايش الامراض المتوقعه، وبعدين نكتب مثلا والله احنا مثلا ايش الاشياء اللي نطلبها، ايش الفحوصات اللي ممكن نطلبها على المريض هذا، بعدين تطلع لنا الفحوصات، ويصير بناء على الفحوصات اللي احنا نشوفها نطلع الفاينل دايجنوسز تشخيص المرض النهائي بعدين للحاله هذه. هذه كالجلسه الاولى. الجلسه الثانيه خلال الاسبوع يصير احنا خلصنا عرفنا ايش المرض، نروح ندرس المرض هذا، ايش هو، ايش الاشياء اللي فيه، ايش كيف طريقه علاجه، حتى كيفيه انتشاره ونسبه انتشاره مثلا في العالم، حتى ممكن في السعوديه. بعدين السيشن الثاني نجي وحتى كجروب ديسكشن كذا كلنا كاشخاص متجمعين مع بعض يصير نتناقش ونوضح لبعض كيف ممكن المرض هذا يكون تفاصيل اكثر بخصوصه، وحتى المريض هذا كيف ممكن في النهايه نعالجه. فهذه احنا عندنا تقريبا كل اسبوع عندنا في جلستين لها، عليها هذه 14% البي بي ال كلها على بعض، غالبا درجات فيها بسيطه، والواحد كل ما يتعود عليها كل ما هو يعني يستفيد كثير، واصلا بسيط الدرجات فيها. فهذه احنا عندنا غالبا هذه ثابته في كل بلوكات 14% غالبا بالنسبه للسنتين اللي هي السنتين موش اللي هي البيسك ساينس. تمام. بعدين احنا عندنا غير الميد تيرم كمان والاختبار النصفي والاختبار النهائي، برضو حيكون عندنا في الاختبار النهائي حيكون في اشياء زياده اللي هي اختبار يسمى بالاوسكي واختبار الاوسبي. الاوسبي غالبا هي تنعرض صور لبعض الاشياء على حسب الاشياء اللي انت معروضه لك، انت بناء عليها تحل الاختبار بالطريقه هذه. والاوسكي غالبا يكون انه انت حتروح وقدامك 3 محطات، كل محطه عندك 7 دقائق فيها، حتدخل قدامك مريض فعليا حرفيا، هذا المريض كذا قدامك، تدخل عند المريض هذا تشوف الورقه ايش مكتوب فيها، ايش المطلوب منك، مطلوب منك مثلا انت تشخص اذا هو عنده كذا، او تساله التاريخ المرضي مثلا للمرض الفلاني، يصير انت اوريدي عارف الاشياء هذه كلها، تبدا تطبقها على المريض هذا، تسوي له فحص شامل له مثلا، وحسب الاشياء اللي هي مطلوب منك، وتمر على 3 محطات. وهذا هذا تقريبا غالبا يكون لكل بلوك موجود. فهذه هي التوزيع احنا عندنا، ما عندنا كوزات، ما في كويزات اللي هي الاختبارات القصيره الاختبارات الشهريه هذه ما هي موجوده. زي ما قلنا يعني الواحد يبدا كذا باختصار، ابدا البلوك عندي تقريبا 4 أو 5 أسابيع، بعدين اختبر اختبار نصفي غالبا يكون عليه يمكن 23%، بعدين كمان كم اسبوع ويصير اختبر 3 اختبارات نهائيه، وبعد اختبار نهائي يكون كتابه يكون غالبا يكون عليه 30%، هذا الاختبار النهائي اللي هو المقالي، وبعدين حيكون عندنا اختبار الصور اللي هو، او ممكن يكون المعمل اللي نروح المعمل ونشوف الاشياء التشريحيه وبناء عليها نحدد الاجوبه، هذه كمان يكون عليها اظن 15%، وايضا كمان اخر شيء ممكن 7 وشيء% بالنسبه لاختبار الاوسكي في النهايه. فهذا هو الوضع غالبا يكون بالنسبه لكل بلوك. جميل جدا.
طبعا زي ما تعرف إنه طالب الطب من أكثر الطلبة اللي يحبون يطلعون خارج الصندوق من ناحية التفكير، ودائما هذه التفكير اللي يعني بشكل عام يتطور سواء الكوغنيتيف والسوشيال بشكل عام عن طريق العديد من الأنشطة، ليس فقط الصفية إنما اللاصفية. هل في إمكانية إنك تذكر لي إيش أهم الأنشطة اللي اللاصفية اللي تقدم لكم إياها الجامعة وأنتم كطلبة تسوونها للجامعة؟ طيب صراحة فيما يتعلق بالموضوع هذا، يعني الجامعة غرقانة أنشطة، مو غرقانة غرقانة، مليانة أنشطة بما تعني الكلمة بمختلف. عندنا أندية متخصصة كثير جدا 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 للطلاب، وعندنا أنشطة كثير 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 تتسوى. يعني كل ما أنت زهقت شوية بالدراسة إلا ما حتلقى خلال الفترة هذه، خلال الأسبوع هذا، تلقى فيه يمكن 5 أو 6 أنشطة كذا نازلة مختلف الأندية. لكل كلية احنا عندنا، طبعا كلها كليات صحية، لكل كلية احنا عندنا في لها نادي مخصص ويعمل أنشطة وقد تكون مفتوحة للكل. غير كذا كمان في أندية متخصصة، احنا عندنا في نادي اسمه نادي أرشدني، هذا يتعلق فقط بإرشاد الطلاب ويعمل لهم ورش خاصة من الطلاب وإلى الطلاب، الطلاب نفسهم يقعدوا يساعدوهم ويعطوهم ورش. في نادي عندنا اسمه نادي فنون، يجمع الفنانين من الطلبة عندنا، من ناحية رسم، من ناحية أي مواهب، أي شيء له علاقة بالفن يكون موجود في النادي هذا، له أنشطة كمان كثير. في نادي عندنا اسمه نادي لين، نادي لين هذا نادي يعني متخصص بس بالأعمال التطوعية، فجأة عندهم كذا عمل تطوعي بيسووه سواء داخل الجامعة أو حتى في المستشفى أو خارج الإطار هذا، كطلبة هم كلهم يروحوا يعملوا أعمال تطوعية، أيضا لهم أنشطة كثير ما تخلص. الأنشطة يعني حتى عند النادي الرياضي عند أشياء كثير. عموما بالنسبة للأنشطة متاحة للجميع ومليانة، ويمكن لو قلت أتكلم فيها ما حخلص فيها صراحة، لكن هي غنية الجامعة من ناحية الأنشطة هذه، وأكيد ما هي إجبارية طبعا، اللي يحب يروح يروح، اللي ما يحب يروح ما يروح. وحتى كمان اللي هي في حملات صحية بتصير مرة كثير في المولات أو حتى في المستشفيات، توعية برضو كمان للناس، أيضا هذه متوفرة بشكل كبير. للأمانة انترستين كثير إنه يعني ندخل هذه الأنشطة الأمانة بناء على كلامك، والعكس سعيدين إنه يعني إن الطلبة يعني يقدمون أشياء زي كذا، وأنا واثقة للأمانة شخصيا، مو بس شخصيا يعني هذه فيما يتوافق مع الرؤية حقتنا 2030، إن طلبة الطب في يوم من الأيام يعني اللي في المملكة العربية السعودية حيكون لهم مناصب بإذن الله في أعلى الأماكن بإذن الله. لكن حابة أني الحين نطلع من طور الجامعة نفسه ونتكلم عن شخصية عبد الرحمن نفسه. إيش أهم التحديات والصعوبات اللي واجهتك خلال كلية الطب والسنة التحضيرية، أو يعني بشكل عام خلال الجامعة، وكيف تغلبت عليها؟ طيب بالنسبة لنا احنا يمكن اغلب الطلاب احنا عندنا في الجامعة قد يتفقوا انه نفسيا اصعب سنة قد تكون هي السنة الاولى، رغم انها قد ما تكون ممكن يعني اصعب سنة او شيء زي كذا، ولكن بحكم انه الجامعة اول شيء عدد الطلاب اللي يدخلوها مو كبير، عدد الطلاب اللي يدخلوها تقريبا قليل، مو هو مره كثير. احنا نتكلم الدفعه كامله يعني ممكن يكون فيها، اذا قاعد اتكلم على المسار الموحد، ممكن يكون فيها حول ال 500 طالب وطالبه بس، دفعه كامله في السنه كلها، هذول اللي هم اللي يدخلوا. وبناء على العدد هذا انا قاعد اتكلم الان بس على فرع جده، فرع الرياض ممكن يكون العدد اكبر كمان، ولكن هذا بالنسبه للعدد اللي احنا عندنا يدخل مثلا خلال السنه الواحده 500 طالب وطالبه متوزعين كطلاب وطالبات، خلال السنه الواحده هذا العدد اللي يدخل. وهذول ال 500 طالب وطالب عدد كبير منهم يعني داخل الجامعه عشان بيدخل الطب، واحنا اصلا الجامعه ما عندنا اي تخصصات غير تخصصات صحيه، ما عندنا تخصص هندسه او تخصصات اخرى غير التخصصات الصحيه، فالاغلب هو هنا هدفه تخصص صحي، وكثير منهم هدفه انه هو يدخل على اساس انه هو يدخل الطب. فالمنافسه كبيره جدا كبيره جدا جدا جدا. خليني اعطيكم مثال بس عشان توضح لكم كيفيه المنافسه اللي بتحصل عندنا. مثلا عندنا احنا في جده بالنسبه للبنات عشان كذا النسب عندنا مره عاليه، يمكن عندنا 250 طالب بيدخلوا في المسار الموحد، كم طالب منهم بيكملوا في النهايه لكليه الطب؟ واغلبيتهم اصلا كثير منهم بيدخلوا كليه الطب، في المنافسه كبيره، بس 75 طالب، 250 من 250 طالب بس 75 طالبه هي اللي تكمل كليه الطب، والبقيه
يعني غالبا يروحوا عند كليه العلوم الطبيه التطبيقيه عندنا مختلف التخصصات الموجود فيها، او ممكن يشوفوا كيف وضعه. ولكن عموما هذا هو الموضوع، المنافسه كبيره جدا جدا، حتى بالنسبه للدكتور احنا عندنا برضو ايضا منافسه كبيره. يعني الطلاب كثير منهم هم كانوا من نخبه الطلاب اوريدي في مدارسهم، والنسب اوريدي ما شاء الله اللي كانوا بيدخلوا فيها كانت نسب عاليه. هنا 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 المشكلة، هنا مربط الفرس. الموضوع قد يكون نفسي، ما أنا قاعد سنة كاملة وقاعد أشتغل وقاعد هذا وأحاول أجيب أعلى معدل أنا أقدر عليه عشان أضمن مثلاً أن أنا أدخل الكلية هذه اللي أنا أبغاها. فهذا كان من أكثر الأشياء الصعبة كشيء نفسي، من الواحد يعني دائماً يتعب، حتى بعض الأحيان لما يبدأ ينقص يبدأ يقول بدأت أنقص، لا شكلي المنافسة كذا. فهذه أكبر صعوبة كانت صراحة المنافسة الكبيرة الموجودة إحنا عندنا في الجامعة. طيب لو أقول على النقيض، إذا كان في شيء ممكن ناس كثير ما يعرفوه رغم المنافسة الكبيرة الموجودة إحنا عندنا في الجامعة، إلا أنه أنا بالنسبة لي أشوفها من أكثر البيئات الجميلة اللي فيها تعاون. ما أنكر أنه في ناس ممكن يكون في حقد بينهم أنه هذا لا ما أبغى يدخل مكان وشي زي كذا، ولكن على الوجه الآخر في عدد كبير من الطلبة رغم أنه إحنا في تنافس بيننا، ولكن يعني التعاون بينهم ما يصدق. من ناحية أنشطة، من ناحية أشياء كثير كثير من الطلبة عندنا بيسووا ملخصات وبيرسلوها للطلاب، شوفوا هذا الملخص أنا مسوي، هذا شرح أنا شارحه، مع أنه هو معايا في نفس الدفعة ومعايا في هذا، أنا أشرح لك، تعالي حبيبي تعال، إحنا نشرح لبعض، إحنا نساعد بعض دائما، نسوي تمارين لبعض، بعضهم يسوي أسئلة بنفسهم ويرسل الطلاب عشان يقعدوا يتمرنوا ويشتغلوا عليها. فتعاون مرة كبير وجميل جدا. في النهاية هو يعتمد على الشخص، هو كيف ممكن يتعامل مع موضوع المنافسة هذه وكيف يشوف أفضل فيه. فعلا زي ما قلت، التعاون بين الدفعة شيء أساسي، لأن الدفعة ما راح تقوم على شخص واحد، إنما الدفعة هي اللي تقوم نفسها وهي اللي تبرز نفسها ما بين الدكاترة. لكن حاليا أنت ذكرت اللي هي موضوع المنافسة، وإنه بشكل عام يعني كبيئة مخصصة فقط للبيئة الصحية. يعني زي ما تعرف إنه في المسارات اللي هي الحين المسار الصحي يعني، والمدارس بدأت تطبقه، فهل حتعتقد أن التنافس يعني من ناحية الأداء والمعدلات حيكون عالي مقارنة ويعني في الناس اللي دخلوا في السنة التحضيرية؟ طيب فيما يتعلق بالموضوع هذا الله وحده يعلم، يعني الله أعلم إيش اللي حيصير بالضبط في الأوضاع الفترة القادمة. ولكن فيما أراه الآن الله أعلم إنه بدأوا الناس يبدأوا يستوعبوا من فكرة المسارات ويبدأوا يحددوا مصيرهم من بدري. يعني إن أنا أدخل المسار هذا والمسار هذا، وغالبا اللي يدخل مسار طبي الآن يعني صار يبدأ يستوعب المسار اللي هو داخل فيه، يبدأ يستوعب الشيء اللي هو داخله. لأنه في ناس كانوا بيدخلوا الجامعة بس عشان مثلا معدله عالي، هو ما يعرف هو يحب الطب ولا ما يحب الطب، ولا عشان درجته عالية ولا عشان أهله قالوا له، ولا عشان يفكر إنه فيه فلوس. فلا معناه ما يعتبر الطب أفضل المجال، لأن الواحد يطلع عنده فلوس يتخصص أفضل كثير ما حد ممكن يطلع عنده فلوس. لكن بشكل عام ما يكون شغف عنده بعض الحين. ممكن الآن بخصوص الموضوع المسارات هذا يزيد الشغف عند الطلبة بالنسبة اللي يدخلوا، والله أعلم ممكن كمان تزيد المنافسة بحكم أنه أغلبية الطلاب اللي الآن بيدخلوا صار عندهم رغبة وصار عندهم شغف بحكم أنه هذا الشيء كان موجود من بداية اختيارهم للمسار في بداية المرحلة الثانوية. ولكن أكيد هذا ما هو شيء يبنى عليه، أنه هو ممكن يكون توقع لا أكثر ولا أقل. جميل جدا، الله يسعدك يا رب. طبعا احنا وصلنا لاخر محطاتنا والاخر سؤال عندنا في هذه الرحلة الجميلة. طبعا احنا يؤسفنا اننا ننهي هذا الموضوع، لانه الامانة جدا مستمتعين، وانت يا عبد الرحمن تعتبر من اكثر الضيوف اللي استمتعنا معاهم هذا اليوم. لكن حابة انه ايش اهم نصيحة ممكن توجهها للناس اللي اصغر منك والناس اللي حيدخلون للجامعة باذن الله، سواء للطب نفسه أو للجامعة الحرس نفسها؟ طيب بما يخص الموضوع هذا في نصائح كثير، لكن من أهم النصائح اللي أنا أقدر أن أوجهها قبل ما أنت تدخل الجامعة، قبل ما أنت تفكر في التخصص، أرجوك اختار تخصصك يعني، ولا تدخل أو تختار مسار صحي أو مسار الطب. يعني غالبا اللي أنت خلاص واثق وأنت عندك شغف في المجال هذا، لا تخلي موضوع أنه أهلي يبغوا، ولا مثلاً أنا شفت التخصص عشان درجاتي عالية بدخل التخصص هذا، ولا عشان هذا وإنت ما عندك معلومات كافية فيه. لا ما تسوي بالشكل هذا. حاول أول شيء توسع مداركك، تشوف بقية التخصصات الموجودة وتقارن، وكل شيء تشوف مزايا وعيوبه. ما في شيء كله مزايا، ما في شيء كله عيوب برضو. أكيد حتلقى عيوب في كل تخصص، ممكن حتى في الطب حاول دور على العيوب. إذا كنت تشوفه كامل مكمل لا، دور على العيوب الموجودة وعرف إيش العيوب الموجودة حتى في تخصص الطب،
وشوف المقارنة، هل أنت كمزايا وعيوب أنت تقدر أنك أنت تتسامح مع العيوب هذه مقارنة بالمزايا الموجودة فيها وطلعت عليها بشكل جيد ومجال عملها تخصص؟ لا، دور كويس صدقني، لأنه يعني قد ما تستوعب أن الموضوع تحسب أنه بسيط الآن، يا عمي بعدين ما أكبر أشوف كيف الوضع يمشي. لا، الآن أنت فترة ترى أساسية في حياتك، مهم أنك أنت تعرف مسارك كويس وتبنيه بشكل كويس قدام عشان في النهاية توصل لمكان أنت كويس الظاهر نفسك كنت تكون مبسوط وسعيد فيها بإذن الله كمان لقدام. الله يوفقكم يا رب جميعا ويختار لكم الخير إيش ما كان وفين ما كان، وتذكروا أنه حتى لو كان بالنسبة للجامعة الأولى هو التخصص وليس الجامعة. إذا ما تيسر لكم مثلا، بعض الناس حلموا من هم يدخلوا جامعة الحرس، إذا لم يتيسر جامعة الحرس فلا بأس، ما هي مشكلة، ما هي نهاية العالم. في النهاية قبل كم سنة ما كانت موجودة أصلا جامعة الحرس، أنت لو تبات قبل إيش كنت حتسوي؟ فهي هذه هي نفس الفكرة، الأساس هو التخصص نفسه وليس الجامعة. الجامعة قد تكون إضافة ولكن ليست الأساس. والله يوفقكم يا رب جميعا إن شاء الله، ونشوفكم من أكابر الناس إن شاء الله في مجالكم. شكرا جزيلا، وسامحوني والله طولت كثير 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 الكلام، انا عارف كلام كثير بس ان شاء الله اني استفدت بالكلام ولا شيء. أكيد جدا استفدنا، وعلى العكس هذه تعتبر من أفضل وأمتع الرحلات اللي قضيناها هذا اليوم، وطبعا هي تعتبر رحلة الختام عندنا لهذا اليوم. سعيدين جدا أني أختم يومي في هذه يعني الرحلة اللي قضيناها معك. في الختام، باسمي ونيابة عن مجموعة طلبة الطب في المملكة العربية السعودية، أشكرك جدا على وجودك معنا وعلى استجابتك لدعوتنا وعلى تعريفك بكليتك اللي هي كلية الحرس. وأتمنى وأرجو من الله أن يكون لنا لقاء جديد ومثمر ومميز بإذن الله. شكرا لك.